ناسي تحديد الأهداف. فالشخص اللي ما عندوش هدف بيبقى عايش في هدف بتاع واحد تاني، فما يزعلش بقى لما الشخص تاني ينجح وهو لا. طيب تسمح لي أن أقوم بعمل استطراد جانبي وأرجع إلى موضوع الحلقة مرة أخرى. وأنا أتصفح كتب حضرتك وجدت صورتك على معظم الكتب، بل على كل الكتب تقريبا، حتى على الأشرطة. ما الهدف وراء ذلك؟ والله يعني معجب بنفسي أو مش عارف ليه. أنا بقول للناس من ضمن التقدير الذاتي، لما علموني مرة كنا في كاليفورنيا قالوا لي لازم تبص في المراية وتقول للشخص هناك ده أنا بقدرك، أنا بحبك، أنا بحترمك. بصيت في المراية أول يوم لقيت متضايق مش عارف أعملها، لأن عارف تحس بإحساس عجيب جدا في الأول. وبعدين لما تعملها لازم تتأكد إنك لوحدك عشان خاطر ما حدش يشوفك يقول لك ده ضرب. يعني ما بيكلم نفسه في المراية أقول لنفسه أنا بحترمك جدا. بعدها بصيت لنفسي في المراية في عينيا، ما كنتش قادر، كان صعب لغاية ما بدأت أتعود. فبعدها أكتر وبعدين أكتر وبعدين أكتر لقيت نفسي حبيت العملية دي فطلبتني للجواز. لقيت نفسك حبيت، لقيت نفسي حبيتني. أنت عارف الكاتب الناس بتشتري، يعني ألا يصل هذا إلى درجة الغرور مثلا؟ الغرور حاجة وحب الهدية اللي ادهالك الله سبحانه وتعالى حاجة تانية خالص. أن أنت بتقدر نفسك، أنت تفلسف الأشياء. لما ترجع على الكتاب تقول ليه صور الكاتب تبقى موجودة على كتابه؟ الناس بتشتري. بتشتري مين؟ لما أنت تكون معروف ليه؟ لأ، لأن الناس بتيجي بتقرأ العنوان، تاخد العنوان تلاقي كلام مش عارفة تبقى مثلا. أنت بتكتب، أنت تطلع برا. الشخص مثلا لما كنا في الفنادق، الشيف الكبير اللي بيدفع له فلوس قد كده كنت بحط صورته واقف على باب الفندق، عارفين إن الشيف ده بيشتغل في المكان ده، فكان الناس تجيله هو مخصوص. فأنا من ساعة ما حطينا كتبي في الشرق الاوسط وصورتي بره، بص على بقيه معظم الكتب دلوقتي معظمها بيحطوا صورهم في الشرق بره، لان الناس بتشتري الكاتب وتشتري المحتوى وتشتري العنوان وتشتري الالوان وتشتري كله. فالكاتب لازم يطلع بره بيكلم الناس بيدعيهم، تعالوا اقروا الكتاب ده شوفوا عامل ازاي، ولو مش مبسوط منه اديك فلوسك تاني. طب لما معذره يعني لما لا يضع الكاتب مثلا حضرتك، لما لا تضع ارقام التليفونات مثلا على يعني لماذا الصورة بالذات؟ لماذا لا تضع أرقام التليفونات؟ يعني معذرة يعني هناك من يقول من الناس، يعني اسمح لي أهجمك بعض الوقت، يعني كن ذا روح رياضية. طيب طبعا يعني تقول الناس حضرتك مثلا حينما أحاول الاتصال بك مثلا تليفونك مغلق، لا أعلم تليفون منزل أحدثك عليه، كل ما بيني وبينك هو هذه الورقات التي تحمل صورتك، أنا ربما أختلف معك فأريد التحدث معك، صح؟ كيف أتصل؟ وأما الهدف من وراء الصورة بالذات، ولماذا لا يوجد التليفون مثلا يعني؟ أوكي، أنت هنا في الصورة بتشوف أن في كاتب وبعدين بيقول لك أنا بدهيك أنك تشوف هذا الكتاب، وبعدين هتبص لي أنا في الآخر خالص هتلاقي كل أرقام تليفوناتي الخاصة والمركز وكل حاجة بالتفصيل. فلما تيجي تبص تلاقي انت عايز تعرفني الاول مش تعرف ارقام تليفوناتي، فانا ما اسحولك حاجة. لو عايز تتصل بيا شخصيا، عايز تتصل بيا هنا مثلا، انا عندي مركز الراشد، مركز الراشد هم اللي بيمثلوني في معظم اماكن في الشرق الاوسط، ودكتور صلاح الراشد ده اكتر من اخ وحبيب بالنسبة لي، اصبح هو الممثل الشخصي لكل حاجة بيعملها ابراهيم الفقي. هذا هدف ايضا. هذا هدف، لان احنا الاثنين اصبحنا بنكبر سوا، انا مثلا ابراهيم الفقي وصلاح الراشد نوصل ابعد من العادي. فاللي عايز يتصل بي هنا يتصل بمركز الراشد هنا مثلا. انا عندي نمره اللي هي 9714 اللي هي اعتقد دبي، وبعدين 34 وبعدين 35 35، يعني 34 35 35. يتصل مركز الراشد يعرف انا فين. هترد؟ لا خد بالك انا عايش في كندا. اللي عايز يتصل بيا في كندا هترد ام يكون هناك هروب يا دكتور ابراهيم؟ يعني بعض الناس تقول لا الدكتور غير موجود، الدكتور غير متاح، الموبايل مغلق، الموبايل فعمليه. لا 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 انت عارف الحقيقه لما بيجي بص اي حد يتصل بيا يعني معذره، ربما الكتب هدف لحضرتك، حضرتك في حد ذاتك هدف للناس. يعني تؤيدني ام تعارضني؟ انت كدكتور ابراهيم الفقي هدف للناس، هدف للاخرين كي يتواصلوا معك، انت في حد ذاتك ربما لا يقنع رجل بقراءه هذه الكتب، ربما يبدو التواصل معك ولو صوتيا على الاقل. صح صح. عشان كده لما حد انا اي حد بيتصل بي بالتليفون برد عليه بالتليفون، لو بعت لي ايميل برد عليه بالايميل. انا ساعات يوصلني اكثر من 300 ايميل في اليوم. انا بصحى الساعه 4 الصبح، الاول اصلي احب الله سبحانه وتعالى كده من قلبي، وبعدين اعمل شويه تامل والعب رياضه ساعه، وبعدين اقعد قدام الكمبيوتر ارد عليهم واحد واحد. لو حد عايز نتصل بيه اتصل بيه. فانا عندي مثلا لو عايز تصل بيها في كندا، المفتاح في كندا 514، بعدين اتصل 624-232-2 اتصل بكندا هرد عليك. لو مش عايز ابعت لي ايميل، وانا قلت اجي الويب سايت بتاعي اكتب www.ctcnlp.com ابعتولي ارد. اللي عايز اي حاجه مني انا موجود ومستعد، وانا بسافر في كل حته في العالم،
اي حد يرد عليا برد عليه، اي حد يبعت لي. طيب معذره يعني نعزف على وتر ووتر اخر، هل تجد وقت مع كل هذا التواصل البشري مع المشاهدين وقرائك وجمهورك من المعجبين والمثقفين والمفكرين والمطلعين والذين لديهم انتقادات او تأييدات لبحوثك، هل تجد وقت للقراءه والخلوه والكتابه؟ يعني معذرة أعطنا نموذج من يومك كيف تقضي عندما تصحو مبكرا أو متأخرا. سؤال ممتاز. من كان دلوقتي في حاجة اسمها إدارة الوقت؟ مش حاجة في الدنيا اسمها إدارة الوقت، في حاجة اسمها إدارة نشاطات الوقت. أنا من نوع المنظم جدا في حياتي، منظم بمرونة. يعني أنا بصحى الساعة 4 الصبح، الساعة 4 الصبح لغاية الساعة 9 لما الناس تفوق وتنزل وتروح شغلها أكون أنا عندي 5 ساعات بحالها. أنا أحب أقوم أصلي براحتي، أصلي يعني أبقى بيني وبين الله سبحانه وتعالى، أخذ هذه الطاقة الروحانية بيني وبين الله سبحانه وتعالى، أدعيه أحبه أعظمه من قلبي، وبعد كده أنا جاهز أوصل بعد المرحلة أعمل شوية تأمل. يعني إيه تأمل؟ أغمض عيني وأفكر في ولا حاجة حتى ولو دقيقة، دي بوصل للفراغ، في الفراغ بملى هذه الطاقة الرائعة أحس بيها. بعدين أقوم، أنا عندي صلاة للألعاب الرياضية. مش معنى كده واحد يقول لي، أنا واحد قال لي الدكتور غني جدا وبتاع، قلت له أنت بتدخن؟ قال لي قلت له من قد ايه؟ قال لي من 30 سنة. كم علبة؟ قال لي 2 في اليوم. قلت له علبة بكام؟ قال لي بخمسة دولار، في 2 بعشرة، في 365 في 20، انا خدت الفلوس دي اشتريت بيهم الصالة دي. جميل. فبدأت انا بسيطة يعني. حاجة بسيطة. فانا عندي الصالة فيها كل حاجة تتخيلها، تشغل القلب وتشغل كله وتتحرك، وعندي تلفزيون، احط التلفزيون واحط فيديو من احسن ناس في العالم اتعلم منه، فبخلي ذهني يشتغل واخلي جسمي يشتغل، اخد لي ساعة كده فريش حاجة اخر حاجة. فده الحاجة. فبعد الصالة على طول التأمل، وبعد كده اخش صالة الرياضة العب ساعة على الاقل وانا بشوف الفيديو وبتعلم، فعندي العقل والجسد جاهزين. وبعد كده انا عم بفطر حاجات بسيطة، افطر فاكهة او افطر سريال، لان الفاكهة بتروح مع الدم وتدي لك 22 فيتامين وفيتامينات. ما السريال هذا؟ السريال يملك لغاية الساعة 12 تبقى اخر حلاوة كده. وبعدين اقعد بقى انت تتحدث الانجليزية، ما معنى السريال؟ ايه هو السريال اللي هو يعني. انت عارف في حاجات بتبقى علبة كده، عارف كورن فلاكس؟ عارف كورن فلاكس؟ ما فصل الماء بالماء. عليك الكورن فلاكس يا سيد، ده بتطلع عربية، ده عليك ده انجليزي، ده مرسي. هو ده انت بتقوله ابراهيم فقط اتمتع بروح خفيفة الظل ايضا يعني. فالواحد لازم ياخد يومي، لازم يبدأ. في ناس كتير تفطر جامد جدا الصبح، لما يفطر جامد جدا الصبح 82% من الدم بيروح في المعدة، فبعد كده مش فاهم حاجة خالص، وبعدين يقول لك احنا نقعد بقى دلوقتي عشان يفكر في الغداء. لا، انت الواحد تكون خفيف، الفاكهة تروح مع 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 الامعاء، عندك فيتامينات و90% منها مية، والجسم 90% منه دم مية، خلي حاجة تكون فيها مية. فدلوقتي ده اللي انا بعمله، وبعد كده اخش على مكتبي بقعد ساعة ابتكار اللي يجي بالي من غير ما احلله، اكتبه وعندي فايل ارمي فيه، وعلى اخر الاسبوع اقراهم وحللهم واكتبهم. وبعدين انا اقرا في الاسبوع على الاقل 7 كتب. طبعا في القراءه السريعه والقراءه التسويريه، انا القراءه اكلها اكل يعني، عارف ازاي؟ حياتي كلها اديني كتاب واديني مكان هادي وانا اقعد اقرا فيه. واحنا بنلف في اي حته في العالم وبنسافر كتير جدا، بنسافر كتير جدا جدا، فنفس نظامي واحد، اول ما اوصل اعمل شويه تامل عشان اظبط الطاقه بتاعتي. ان في حاجه اسمها الساعه الذهنيه، انا مثلا في كندا دلوقتي الساعه اقل 8 ساعات على ما اجي هنا، ففي تفرق، بيروح منك يوم في النوم، فبتيجي هنا تظبط نفسك تاني من اول وجديد، وامشي على نفس نظامي. اي حته بنزل فيها لازم اسال في صاله العاب ولا لا، لو لا ما نزلتش في هذا الفندق، لان تهمني جدا تكون موجوده هناك، لان بنستخدمها يومين. فادي سيركيليشن الدوره الدمويه. وبعدين القراءه باستمرار، وانا في سيارتي، انا وقتي قليل لما اسوق، اذا كان عندي سواق او عندي اي حد تاني من اولادي او زوجتي يسوق، وانا اقعد اسمع اشرطه في السياره واتمتع. مش معنى كده لو سوقت وسافرت انا سايق اتمتع بالوقت، لا، انا سوق واحده واحده، وبعدين اسمع حد يعلمني الدوافع، يعلمني الطاقه، يعلمني حاجات جميله. فالثلاث ساعات اللي انا قعدتهم 4 ساعات ببقى متمتع واتعلم، لان الشخص بيقضي 1000 ساعه في سيارته في السنه، يعني حوالي 20 اسبوع، ده تعمل دبلومه بحالها. فتقعد باستمرار انت عايش في الدنيا اكنها اخر لحظه، عمال تتعلم وتعلم، فتشوف اسباب باستمرار، عايز اتعلم الشريعه مثلا، حاجات في الشريعه الاسلاميه، اسمع في السياره، وقت ضايع، بدل ما ابص الاشاره واقفه وانا عمال اتخانق مع المواصلات واتخانق مع حد كسر عليا ولا كده موجود. او عايز اتعلم حاجه مثلا قصص الانبياء، واسمع الناس الرائعين اللي بيتكلموا الكلام ده كله واتعلم منهم، الوقت ما ضيعوش انا. فكل واحد فينا عنده 24 ساعه، الانسان البسيط، انا عندي واحد اسمه مايكل يجي ينظف الازاز عنده 24 ساعه، وبيل جيتس عنده 24 ساعه، ده بيستخدمهم بطريقه والتاني بيستخدمهم بطريقه. فكل واحد فينا عنده 1440 دقيقه محطوطين له في بنك الحياه يوميا، ربنا سبحانه وتعالى يحط لك في بنك حياتك 1440 دقيقه، بس في شرط تستخدمهم كلهم.